أبطالنا عشرة في روضة نضرة، أبطالنا عشرة في روضة نضرة، جولاتهم خطيرة لا تخلو من أهوال، قد جاء يا أبطال قمتون والأبطال كي يبعدوا الأبرار عن أرضهم في الحال. حذاري يا قمتون من امرأة مغرورة بمكرها المزعوم يدعونها بشورة، عوانها دعزوع دوما يعاني الجوع، عوانها دعزوع دوما يعاني الجوع، والمدعي فرعوب الكاذب المحتال، قد جاء يا أطفال قمتون والأبطال كي يبعدوا الأبرار عن أرضهم في الحال. نراك يا قمتون تمحي أذى الأشرار، تساعد المظلوم مع صحبة شطار، في روضة خضراء تزهو بك الأجواء، لا تعرف الإبطاء في أصعب الأحوال، قد جاء يا أطفال قمتون والأبطال، قد جاء يا أطفال قمتون والأبطال كي يبعد الأبرار عن أرضهم في الحال، قد جاء يا أطفال قمتون والأبطال، قد جاء يا أطفال قمتون والأبطال، قد جاء يا أطفال ما سبب هذا الازدحام؟ يقولون إن هناك انهيارا وإن صخرة تسد الطريق. لنحاول رفعها. أرجو أن تبتعدوا من هنا، إنها خطرة. ماذا؟ نحن أيضا في فريق أبطال الروضة، ولكنكم صغار جدا على هذا العمل. والآن لقد أصبحنا جاهزين. واحد اثنان واحد. إنها ثقيلة. هيا نحاول. هل الجميع مستعدون؟ يبدو أنني عديم الفائدة. لقد أخطأ. هذا أمر مؤسف. لا عجب أن يخطئ الأرخص في هذه الكرة. إنها صدمة لي، فقد ضحك الجميع مني. هي على الطريق الصحيحة. نعم، الطائرة الطمطمية. والآن هيا. حسنا. قمتم. ألم أنبهك عدة مرات ألا تستعمل الطائرة لله؟ ولكن إذا لم تطع الأوامر سأسحبها منك. ولكني اشتعلت غضبا. تبدو جادا على غير عادتك. ما الأمر؟ ما الأمر طمطوم؟ حسنا، في الحقيقة تريد أن تصبح أكبر. ستسبب الذعر للقرويين، ابقى كما أنت. لا لا، قصدت أن أكون رشيقا ووسيما فقط. فعلا أنت رشيق حقا. حكيم خوخة، لا تقل ذلك، فبهذا الرأس الكبير لن أكون رشيقا على الإطلاق. تريد أن يكون رأسك صغيرا، لا بأس، ولكن وأريد سيقانا أطول وأنحف وعيونا حادة وجذابة. حسنا،
لكنك ستكون مختلفا تماما. لا يهمني، إني أكره نفسي، أريد أن أصبح رجلا مختلفا تماما. ماذا تقول؟ لا 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 لا. ألا يمكنك ذلك؟ بلى يمكنني. أرجوك أن تفعل. لكنه أسلوب لا يجب استخدامه طمطوم. ومن أجلي أنا؟ لكن إذا عرف أحد أنني أستخدم هذا الأسلوب ماذا يحدث؟ لست أدري، لكن الكتب تذكر أن شيئا مرعبا سوف يحدث، شيئا لا يمكنني وصفه. لا يهمني ذلك. ربما يكلفك حياتك. لست خائفا. لو كنت طمطوم كما تقول لما طلبت أن تتغير عما أنت عليه. لا أريد أن أظل صغيرا، أرجوك. حسنا، طالما أنت تريد ذلك هذه هي الوصفة الطبية لذلك. هيا. ماذا حدث لي؟ ها؟ رائع. كيف وجدت ذلك؟ هل أعجبك؟ رائع رائع رائع. ستكتب صورتك بهذه الطريقة، يجب أن تنتبه جيدا لما ستفعله وستقوله طمطوم. لا بأس، لقد تغيرت كثيرا. تبدو مناظر رائعة وجذابة أيضا. هاي، هل أنضم إليكم؟ لا بأس. إنه رائع جدا، إنه قوي وظريف للغاية. هل أنتم مشاهدون؟ تكلموا. توماسو، تشرفنا. ولكن من هو توماسو؟ أجبنا. حسنا يا أصدقاء، سأقول لكم من أنا. إنني والد جد طمطوم الأول. لم أفهم. إنك وسيم وتختلف كثيرا عن طمطوم ذلك الولد البدين. على كل، أنت قريبه أليس كذلك؟ صحيح. هل أستطيع أن أدعوك سيد تومي؟ إلى متى يستمر؟ واحد، اثنان. هذا جميل، إنني سعيدة بمواهبي. هذه وهذه وهذه. إنها فارغة الآن، فلتأتي بالكرة بسرعة. ولكننا لا نجدها. لا يمكنها التحكم بشكل جيد. هيا بسرعة، احضري لي الكرات. هيا. من هذا؟ يبدو أنه جديد هنا. ما الأمر آنسة بشورة؟ لقد تسمرت. يا له من رجل، انظر جيدا. إنك لا تعرفينه. اذهبا واجمعا لي بعض المعلومات عنه، أريد أن أعرف من يكون هذا الرجل، أريد معلومات وافية. أجل، حاضر. ماذا؟ من هي صديقتي المفضلة؟ أجل، أخبرنا من فضلك. صديقتي المفضلة هي الفتاة ذات العقل الراجح والنفس الطاهرة والخلق الطيب. في الواقع لم أفهم شيئا، من هي يا ترى؟ الآنسة دراقة. الآنسة دراقة؟ هذه مشكلة فعلا وكبيرة. اسمه توماسو إذن، أحد أقربائي طمطوم. إنهما مختلفان كثيرا، ولكن ماذا أفعل بشأن هذا؟ من هي الفتاة التي يفضلها؟ إنها درة. توقف أيها الغبي. حسنا حسنا، أريد أن أكون تلك الفتاة الموعودة. إذا أخبرناها من هي ستصاب بالجنون. حسنا، إنها الفتاة التي تعامل الجميع بلطف
حتى الذين يخدمونها. أجل أفهم ذلك؟ وتتصرف بكل حكمة. حاضر حاضر. ما رأيك؟ ليست هذه ولا هذه، ليس بينهما ما يصلح. أريد أن أبدو طيبة. يمكننا استعمال هذا. وبعدها اتركي الباقي للخبير السيد سرعوه. أكره أن أكون مثلها. فتاة نقية وظريفة. في الواقع أنا نقية وبريئة. ما هذه دعابة؟ عرفنا نفسك أكثر يا توماسو. ماذا؟ من أنا؟ رجل متواضع. أنا ساكن جديد هنا، فلا تزعجن أنفسكن من أجلي. حسنا. سيد تومي هل أنت هنا؟ أين ماما خدور؟ ماما خدور ذهبت إلى القلعة لاختيار رجل مكان طمطوم المفقود. ماذا؟ علي أن أذهب الآن. لقد ذهب أثناء مباراة كرة السلة ولم يره أحد. لقد ذكر أنه ذاهب إلى مكان بعيد. حقا؟ لقد ذهب دون أن يقول كلمة واحدة. لابد أن لديه أسبابا. سمعت أنكم ستختارون رجلا بدلا من طمطوم. سيد توماسو؟ رجل طيب. إنه السيد توماسو المشهور، إنه طيب جدا. ماذا؟ هذا سيء جدا. لديكم أنا. لتكون أحد الأبطال العشرة تحتاج إلى جوزة الشجاعة. حسنا انظر. إنها تختلف قليلا عن جوزة الشجاعة، كما أنها طويلة جدا. برأيي ألا نتعجل في الاختيار. أجل، يجب أن نتأنى في الاختيار. لا، لا أريد بديلا لطمطوم. رائحة جيدة، رائع، إنها شطيرة لحم. طمطوم، يجب أن تغسل يديك أولا. من أنت؟ هذا أنا. ومن تكون؟ أيها الحكيم خوخة، أيها الحكيم خوخة. ماذا تريد يا طمطوم؟ ما بك طمطوم؟ تكلم. لا أريد ذلك. ماذا فعلت بي؟ حتى أمي لم تعرفني. ليس هذا بغريب طالما أنك لست طمطوم. لا، لا أستطيع العودة إلى البيت، فمع أني تغيرت إلى الأحسن لا أجد بيتا ألجأ إليه. لا تبكي، لا تبكي، سأكتب رسالة الآن إلى أمك أذكر فيها أنك ذهبت في مهمة عاجلة، فلا تقلق. لا تبكي، سأقتسم طعامي معك. ماذا؟ هذا أرز مسلوق مع الشاي. فقط؟ لا، لا تأكل إن كان هذا الطعام لا يعجبك. بلى، شكرا جزيلا لك يا خوخة. ما هذا الطبق؟ خوخ مخلل؟ توقف، هذا أنا. توقف. أنا آسف. لقد أفزعتني، ألا زلت شائعا؟ أريد شطيرة من اللحم. إني جائع، جائع. على هذه الحالة سوف يأكلني، لا بأس، سأعدها لك. خوخ، 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 لحم، لحم، هيا. تبدو لذيذة. إنها حامضة، حامضة جدا. إنها شطيرة لحم خوخية. أريدك تلك التي تعدها أمي. رسالة لك من الآنسة دراقة. من الآنسة دراقة تريد أن تراك في الحديقة وتقول. ولكن عما تتحدث؟ آسف لأني جعلتك تنتظرين. آنسة دراقة، تبين شاحبة. توماسو، أريد أن أسألك سؤالا. وما هو؟ تكلمي. هل تعرف أين ذهب طمطوم؟
ماذا؟ طمطوم؟ أظنك تعرفه، فهو أحد أقربائك. لقد ذهب دون أن يقول لي شيئا، وحتى الآن لست أدري ماذا حدث له وأين هو. دراقة. يبدو أن دراقة تهتم بطمطوم القبيح أكثر من اهتمامها به. سيد تومايسو، انتظر لحظة. سيد توماسو، هل أنت جديد هنا؟ أظن أنك الآنسة بشورة. إذن أنت تعرفني، يبدو أنني مشهورة جدا. ماذا تقولين؟ هل تريدين أن تكوني كالآنسة دراقة؟ لا يمكنك ذلك. الآنسة دراقة؟ هل أنا أشبهها في هذا؟ هل تبدو كذلك؟ ماذا؟ إذن أنت تكرهني، ولكني سأنتصر عليها، سأفعل أي شيء. لقد فشلنا وهذا سيء. السعادة لا تدوم طويلا. أحس بالغيظ، كنت أظنه مختلفا. تبا لكما، لقد جعلتماني أبدو كالآنسة الرقاقة. لقد سهرتما به. لكنك كنت ذات منظر جميل. إنه يزاد على الحركة. والآن ماذا؟ سأنتقم من الآنسة الرقاقة. هذا ما يسمى بالنزاع غير العادل. طمطوم، أين ذهب؟ سأعلمك كيف تكون الهدى يا أنسة. لقد على الأنسة دراقة، هذا فظيع. أين تعالوا إلى هنا هيا. أتمنى لو كان طمطوم هنا الآن. من يكون ذلك الذي يجري أسرع مني؟ الطائرة الطمطومية. إنه طمطوم. لا، سيد توماسو، أنت ظريف جدا. أنا آتي. الآن آنسة دراقة، تقدمي. أرجوك أسرعي هيا. تبدو طيبا على ما يبدو. يقولون أن الذي يحب كثيرا يكره كثيرا. المقص. دراقة، لا أستطيع الطيران أكثر. اقفزي هيا، اقفزي أرجوك. أنا خايفة. لا عليك آنسة دراقة، أرجو أن تصدقيني. هيا اقفزي أرجوك. أنا طمطوم. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ طمطوم؟ أجل، أنا طمطوم. هيا أسرعي. هيا أنا طمطوم. ساعدوهما هيا. طمطوم، ما هذا الذي تقوله؟ إذن كشفت الأمر أخيرا. حسنا، أريد أن أعود كما كنت أيها الحكيم خوخة. إذن عرفت ذلك أخيرا، من الأفضل أن تكون ما أنت عليه. لم أقل إني أريد أن أكون ما أنا عليه الآن، ولكني لا أقدر. أريد أن أعود طمطوم القديم. لا تقلق، فقد وجدت حلا لذلك يا طمطوم، سأعيدك كما كنت. ماذا؟ هيا استعد، عد كما كنت. عدت طمطوم. طمطوم، شكرا لك أيها الحكيم خوخة. أحس بالغيظ، خدعني طمطوم. أحس بالغيظ، سخر مني، سألقنه درسا. حسنا، يبدو أن اليوم جميل جدا. ما هذا؟ أيها الحكيم خوخة، اجعلني أجمل. لا
أجمل. لا تقل ذلك، حتى طمطوم صار أجمل. يمكنني أن أكون أجمل. لا أريد. لا يمكنك الاختباء، سأصبح أجمل هذه المرة رغما عنك. أخرج. إنه لا يستسلم. فهمت ماذا يعني أن تتستر في هدية الآخرين. في الحلقة القادمة، فرن ماما خضور يحترق والكل يريد مساعدتها في شراء فرن جديد. كيف يحصلون على النقود وكم يحتاجون لذلك؟ مباراة في الطعام يشترك فيها العم سكر والأبطال العشرة وعصابة بقبق. من سيفوز يا ترى؟